الفيلم شددني من اول ما بدا لحد اخر ثانيه. الناس كلهم عارفين ان انا مصري، سواء بقى اتقال ان انا سعودي، سواء اتقال ان انا مصري، انا عربي في الاول وفي الاخر. الفيلم ما فيهوش غلطه فنيا، مزيكا انا قاعده مخطوفه الوقت كله للاخر من اوله لاخره، ان لما موسم الرياض يجي يقوم مش هيقوم غير بالمصريين يعني، واحنا الاساس بتاع الفن، وكل البلاد العربيه باعترافهم هم كمان ان هم متربيين على الدراما والسينما المصريه. ايه اللي حببك في جوزك محمد عامر؟ انه مش كذاب بس، يعني انا بالنسبه لي دي حاجه كانت مهمه جدا في الشخص اللي انا ارتبط بيه. بس انا في الاخر بحبك، يلا مش مهم. طيب رئه ومصري وسعودي واماراتي والحاجات دي، ده معمول عشان احنا المفروض نبقى اذكياء وفاهمين اسبابه عشان يحصل تفرقه ما بيننا كعرب عامه، ماشي؟ بس في للاسف، للاسف الشديد ان في ناس مش قادرين يستوعبوا ده ولا يفهموا ده لحد دلوقتي. عايز بقى اتكلم على السوشيال ميديا، عاملين حاله انتوا على السوشيال ميديا، يعني الناس كلها بتحبها، الناس كلها بتستمتع بيها، انت مطلعه عينه دايما، مره توصله ده انه مره ما عرفش، دايما مطلعه عينه. عايزين بقى نشوف اللي الناس ما بتشوفوش على السوشيال ميديا، دايما الناس بتشوف الحلو بينكم وما بتشوفش الوحش ما بينكم. بتحس ان انتوا بتتربحوا من السوشيال ميديا الاف الدولارات، فعايزين نوضح للناس. يا ريت والله، يا ريت، ما حدش يكره الفلوس، كلنا بنحب الفلوس، كلنا بنشتغل عشان الفلوس، بننزل نشقى ونتعب عشان الفلوس، كل الناس في كل الشغلانات بيعملوا كده. فكره ان احنا بنحب بعض بس وهم بيشوفونا بنحب بعض بس، هو احنا دايما بنصدر للناس وبنقول لهم الدنيا عمرها ما بتمشي على وتيره واحده، دايما في اب وفي داون، انت في اوقات بتبقى معاك فلوس واوقات لا، اوقات بتبقى فرحان واوقات لا. مش الناس مش ناقصه في حياتها ان احنا نصدر لهم صوره سلبيه او حياه فيها يعني نيجاتيف انرجي، لانه محدش ناقص، الناس كده كده بتشوف حاجات كتير قوي تشحنهم بطاقه سلبيه. فاحنا دورنا كناس مؤثرين على السوشيال ميديا ان احنا نديهم باور عشان يعرفوا يكملوا في حياتهم على قد ما نقدر يعني. بس هنبقى واقعيين برضو، مفيش حياه كلها ابيض وكلها وردي والدنيا جميله، بنتخانق وبنقول للناس ساعات ان احنا بنتخانق، في ناس حضرت مشاكل لينا قبل كده وكانت حاجات بتبقى في لايفات وما كناش بنقفل اللايف، ماشي؟ اي اتنين في الحياه بيحصل ما بينهم مشاكل وفي بيحصل ما بينهم حاجات حلوه. مفيش حد دايما بيحب بس، لازم هيحصل خناقات، ومن غير الخناقات دي ما بتعرفوش بعض اكتر، ما بتعرفوش قيمه بعض اكتر. المهم ان انتوا في رجوع، نقطه رجوع، احترام ورجوع، وان انتوا تبقوا في موده ورحمه ما بينكم، ويبقى اللي معاك في ظهرك وجدع. صاحبي عملت كل حاجه على السوشيال ميديا، ولكن عمرك ما عملت معاه انترفيو كانت صحفي وهي فنانه، او 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 العكس مثلا، او اتكلمتوا في اي حاجه بانترفيو؟ فانا عايزكم تعملوا انترفيو مع بعض، شوف مين اللي يعمل انترفيو مع مين. مساء الخير، معانا النهارده استاذه سلمى، كنت عايز اسالك سؤال مهم جدا. ايه اللي حببك في جوزك محمد عامر؟ انه مش كذاب بس، يعني انا بالنسبه لي دي حاجه كانت مهمه جدا في الشخص اللي انا ارتبط بيه، وانه يكون يعني صريح كده وسهل وما فيش بينا حدود، لان انا بحترم في العلاقات او في الجواز عموما ان الناس تبقى مقدره ان هم لازم يبقوا كتاب مفتوح لبعض، ما فيش حاجات بتتدارى، ما فيش اصل لازم يبقى عندي حته خصوصيه، الحاجات دي بتدخل الشيطان. ايه كمان انا بهرب من الاضاءه. انا بزوغ الناحيه دي عشان بهرب من الاضاءه. ايه كمان؟ قولي بس. حاجات كتير، انا عارف ان محمد عامر في حاجات كتير جدا حلوه، قولي ما رفيق. بحبش فيه ابدا العصبيه، بس هو بصراحه بيحاول يشتغل على نفسه ويبطل، بيحاول وهو اتعدل كتير والله. كمان في حاجات اكتر اعرفي الناس. لا يا حاجه بصراحه مش عايزه اكذب. ايه اكتر حاجه اتغيرت في حياتك وبقت متعبه ليك بعد ما اتجوزت سلمى وبعد ما بقى عندك سليم؟ المسؤوليه طبعا، المسؤوليه دي الموضوع كبير، انا كنتش عارف ان الموضوع هيبقى كبير كده، بس انتي بصراحه علشان واقفه في ظهري وجدعه وبنت اصول وباباكي ومامتك ربوكي تربيه بجد، خلاص بقى مش قوي كده. بجد فعلا بنت اصول، في اي مشاكل بنقع فيها بتبقي واقفه في ظهري معايا، وعلمتك ما تتقمصش وما تتخصمش، علمتيني ان احنا لما نيجي نتخانق ما نبعدش عن بعض، وانا اروح في مكان وانت تروحي في مكان، عشان ده بيزود المشاكل وبيكبر المشاكل فعلا ما بين اي اتنين. علمتيني حاجات كتير جدا، العند بتاعك بيوديني في داهيه، بيخليني ساعات اتعصب ببقى وحش قوي، بس انا في الاخر بحبك، يلا مش مهم. انت بتحس ان انت لو رجع بيك الزمن ممكن ما تكررش الغلطه بتاعت انك ترتبط وتتجوز تاني ويبقى عندك ابن وتشيل مسؤوليه وتغير بامبرز والحاجات دي؟ لا طبعا لازم هكرر الغلطه اكيد طبعا، بعيدا عن
هكرر الغلطه علشان هي دي احلى غلطه حصلت في حياتي، هي الغلطه الصح الوحيده اللي حصلت في حياتي ماشي. لان انا كنت قبل ما اتجوز ما كنتش احسن واحد في الدنيا، ممكن شباب كتير يبقوا فاهمين اللي انا قصدي عليه. لما اتجوزت الحمد لله حسيت ان انا حياتي اتظبطت اكتر. في طبعا اللي بيحصل عندنا كشباب ولا وانت مش عايز تفضل محبوس جنب مراتك وانت ما بتخرجش من غيرها، انت ما بتعملش من غيرها كل حاجه، من كل حاجه بيها انت هتزهق انت مش عارف ايه. لا بالعكس، مراتي حمايتي، اي حاجه غلط ممكن تبقى بتحصل طول ما هي جنبي او قريبه مني بعرف اتحمى فيها، بعرف انا بحميها وهي بتحميني. وروكوش ان انا شكلي كده انا برضو بودي جارد جامد. بص سيبها على الله. بص الحسد موجود. انت لو ماشي في الشارع وحد شافك لابس كوتش حلو هيحسدك. بيحصل. مش هنقول لا ما بيحصلش، بس انت اللي عليك ان انت قريب من ربنا، حصن بتصلي بتعمل اللي عليك. احنا مش شيوخ طبعا ولا الكلام ده، بس بنعمل اللي علينا او اللي نقدر عليه ان احنا نقرب بيه من ربنا سبحانه وتعالى، ان هو يحفظنا من اي حاجه وحشه، بس ده اللي احنا بنعمله. انما اي حاجه مكتوبه او هتحصل لك هو قدر وهيبقى مكتوب. العند بس هي يعني عندها ساعات بيبقى مفيد، ساعات مش دايما. هو العصب كده هو طيب يعني الحمد لله. واحنا مشكلتنا يعني انا عايزه بس اقول للناس كلها اللي داخلين على ارتباط، ما تستعجلوش في الارتباط، اختاروا صح. خلوا دايما في موده وفي رحمه وفي تفاهم وفي احترام، ده رقم واحد في كل العلاقات. لو كسرتوا الاحترام بينكم مش هتكملوا، ومش هتعرفوا تبقوا بتحبوا بعض، ومش هتعرفوا ترجعوا للنقطه عشان تتفاهموا فيها. ورساله للبنات اللي داخلين على ارتباط، اوعوا ترتبطوا وانتوا ما عندكوش مستقبل وناجحين في حياتكم، علشان ما تبقوش، مش هقول حاجه وحشه يعني، مش خليش حد يبقى كسرك، وان انت تبقي عايشه مع واحد عشان انت محتاجه له او محتاجه لفلوسه بس مش اكتر. عشان دي اتقالت لي وانا بتجوز سلمى في الاول خالص، دي ناجحه وشاطره وممكن تسيبك في اي وقت. لو هتسيبني علشان هي ما بتحبنيش خلاص يبقى كانت تسيبني احسن ماشي، بس ما تعيش معايا غصب عنها وهي مش مبسوط. ده مهم جدا، لان ده بيعمل مشاكل كتير جدا، واغلب المشاكل اللي بتجت لنا بسبب البنات اللي اتجوزت وهي مش ناجحه في حياتها. والراجل اللي بجد والست اللي بجد واللي بيحبوا بجد مش هيكرهوا ان هم البارتنر بتاعهم يبقى ناجح، يعني دايما هيبقوا سبورت لبعض وهيبقوا عايزين يشوفوا بعض ناجحين وبيلمعوا. فدي ما تخليش حد يجي يدخل حياتك او حياتك يطفي اضاءتك. بالظبط. بس شكرا